القوات الجوية الروسية لديها واحدة من أكثر الأسلحة المتقدمة في العالم، ولديها طائرة هي الأفضل من نظائرها ميك 31، مقاتلة تجمع بين الاعتراض والسرعة والارتفاع والرادار والأسلحة بعيدة المدى جو أو جو أرض، مقاتلة اعتراضية ذات مقعدين ومحركين، وتعمل في جميع الظروف الجوية، وتعتبر الأفضل في مجال الاعتراض في العالم. في سنة 1975 قرر الاتحاد السوفيتي تطوير قدرات المقاتلة ميك 25 الاعتراضية. بالرغم من فعاليتها ضد الأهداف المعادية، لكنها لم تكن قادرة على المناورة السريعة وعدم قدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة، فكان الحل في المقاتلة ميك 31. ميك 31 فوكس هاوند هي طائرة اعتراضية طويلة المدى مكونة من مقعدين، تقدمها شركة الطائرات الروسية ميكويان. تم اشتقاق طائرة ميك 31 من طائرة ميك 25 فوكس بات الاعتراضية، ومجهزة بأحدث إلكترونيات الطيران الرقمية. تتميز الطائرة ميك 31 بهيكل انسيابي وديناميكي عالي للغاية، لتمكين الطائرة من الطيران بسرعة عالية على ارتفاعات منخفضة. تم تصميم الطائرة خصيصا لتتبع أهداف متعددة في وقت واحد على ارتفاعات عالية. يبلغ طولها 22.6 متر وبعد جناح 14 متر. يحتوي هيكل الطائرة على مواد مختلفة بما في ذلك فولاذ النيكل الملحوم بنسبة 49% والتيتانيوم بنسبة 16% وسبائك الألمنيوم بنسبة 33%. كما تم تركيب 4 أبراج سفلية في جسم الطائرة. تم تصميم جسم الطائرة لتوفير مآخذ هواء جانبية مستطيلة الشكل وقطرية. تم تجهيز طائرة ميك 31 الأسرع من الصوت بمحركين من نوع سولوفيف دي 30 بعمود توربيني مع قوة إقلاع تبلغ 15500 كيلوغرام لكل منهما. يوفر المحرك سرعة قصوى تبلغ 1.23 ماخ على ارتفاع منخفض. يعتبر استهلاك الوقود في ميك 31 مرتفعا جدا مقارنة بالطائرات الأخرى، ويرجع ذلك أساسا إلى أدوارها المتعددة. يمكن للطائرة ميك 31 الصعود بمعدل 108 متر في الثانية، ولديها القدرة على الطيران بسرعة 3000 كيلومتر في الساعة. يبلغ المدى القتالي للطائرة 3300 كيلومتر. الحد الأقصى لوزن إقلاع الطائرة هو 46200 كيلوغرام. تم تثبيت 4 صواريخ جو بعيدة المدى من طراز فامبيل R-33 في طائرة ميك 31. يمكن إطلاق صاروخ R-33 في وضع الملاحة بالقصور الذاتي لإطلاق النار على الهدف من أقصى مدى. يتم استخدامه لمهاجمة الأهداف الكبيرة وعالية السرعة مثل SR-71 بلاك بيرد وطائرة B-1 لانسر. تم تجهيز الطائرة أيضا بأربع صواريخ من نوع R-60MK قصيرة المدى وصاروخين متوسطي المدى من طراز R-40TD1. تم تثبيت مدفع داخلي عيار 30 ملم فوق حجرة الهبوط الرئيسية في الميمنة لطائرة ميك 31، ويمكنه إطلاق أكثر من 10,000 طلقة في الدقيقة. يمكن لميك 31 بي ام استيعاب صاروخ AA-12 والعديد من صواريخ أرض جو الروسية مثل صاروخ AS-17 كريبتون المضاد للإشعاع. ويمكن لميك 31 أن تحمل صاروخ كينجال الفرط صوتي والذي تبلغ سرعته 9 ماخ. تم تجهيز طائرة ميك 31 برادار من نوع SB-16 زاسلون، يمكنه استقبال إشارات من طائرة الإنذار المبكر. تمتلك رادارات زاسلون القدرة على مسح مسافة 200 كيلومتر. يمكن للرادار أن يحاصر 10 أهداف ويشتبك مع 4 تحلق في وقت واحد في نصف القطر المحيط بالطائرة. يتمتع رادار زاسلون بالقدرة على البعث ومهاجمة أهداف مختلفة في الجو والأرض باستخدام مجرات مستمرة ومتقطعة من أوامر التحكم والتوجيه، على الرغم من المناورات الدفاعية المستهدفة والظروف الجوية السيئة.